حلقه جديده من كريزي وومن. النهارده بقى احنا جايين نتكلم عن الستات الجامده. جامدين بس مش عارفه بيعملوا ايه. هتاخدوا مطب زي اللي لسه واخده دلوقتي ده. هنشوف بقى ايه هيتعاملوا ازاي، وهنشوف الناس بتتعامل ازاي مع الستات الجامدين دول. خلينا نشوف. اسم حضرتك ايه؟ عاطف. شرفنا يا استاذ عاطف. اهلا بيك. عدي عدي يا عليم يا رزق يا كريم يا رب. رجاله وظيفتها في الحياه حتى انها تعاكن عليك وانت سايق عادي، يعني الواحد ما عملش حاجه. لازم راجل بقى كده يعدي كده يرمي يكسر عشان هو راجل بقى يعمل اللي هو عايزه. عندي عقده من الرجاله ولا ايه؟ لا يبقى عندي عقده ليه؟ احنا احسن كده كده، مش محتاجه ان انا اتعقد من حد. احسن في ايه؟ اسمه مطب حاجه يعني، برضو ذكر. حتى المطب بقى اسمه ذكر. ايوه انت المفروض. عمرك شفت مطب اسمه مطبه؟ لا انما هو مطب عادي. لا ده واضح ان في اي حاجه مزعجه بتلاقيها من غير ته مربوطه. تعرفوا تعيشوا من غير المذكر ده هنا؟ ده كده كده معروف. تعيشوا ازاي بقى؟ ايوه انت ما بتعرفش تعيش من غير، انت عارف تحمل؟ انت بتعرفوا تعملوا ايه اصلا غير ان انت سايقه عربيه؟ بتعرفوا تعملي ايه غير كده؟ لا او تقعدي في المطبخ. بعرف اعمل حاجات كتير. ماله المطبخ؟ بتعرف تقعد في المطبخ انت؟ ده انت حتى العربيه وشغلتك مش عارفه تسوق، انت عماله تاكلي مطبات من ساعه ما ركبنا. لا لا انا باكل المطبات عشان بحب ادوس على الحاجات المسكره. انت مطب تاخدها يعني. وكده اه. امال انت فاكر ايه؟ ما شاء الله عليك. انت ليه فكر الحكايه سهله يعني ولا لا حول الله؟ انت اللي مفكرها سهله مش انا. لا حول الله يا رب. شايف حادثه عشان اكيد اصطبح بوش راجل. اه والله حاجه يعني. يلا دع الخلق للخالق. برضه انت ما بتستحملش. تستحمل انت تولد؟ متجوزه؟ لسه. بس انت تستحمل تحمل وتولد؟ هتتجوزي ازاي بقى انت كده بالفكره ده؟ هشوف انا بقى، هنقي على كيفي. هنقي واحد بيحترم يعني التيار النسوي اللي انا بنتمي ليه. بس في الاخر عندك النية تتجوزي؟ مش عارفه والله، بفكر. مش عارفه مين الراجل اللي هيخليني اتهف في دماغي يعني. هو مين الراجل اللي هيقبلك اصلا بالفكره دي؟ لا 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 دول كتير. هو ما شاء الله. انتوا ما عندكوش قوه احتمال. احنا؟ اه. واضح. انتوا ما شاء الله عليكم. انت جامد يعني بتاع؟ يا ست انا ما بتكلمش عن نفسي. امال. انتوا اجمل. ده انا بقول. تعملوا ايه؟ انا بعرف اعمل كل حاجه. بص انا عندي يقين ان اي ست في الدنيا بتشتغل. اه. اللي هتعرف تساوي ما بين شغلها وبيتها وعيالها. انت شغلك حتى اصلا على قدك في ايه؟ كمان حتى في ديت. لا يا انا بص مش هرد على حضرتك عشان نازله استرزق واكل عيش. بالظبط كده. وبعدين انا اصلا ما باخدش ناس. انا عايز اعد لك المطبات دي هتاخدي جايزه. ما انا قلت لك بقى انا بحب ادوس على المطب عشان هو ذكر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ده انا بتعامل ادوس عليه. بص ده مطب اهو اجري عشان اجري كده. امال انت مفكر ايه؟ عايز اقول لك بقى ان انا في واحده هي دي اللي انا بسترزق منها. بسم الله ما شاء الله عليها. مدربه في السيرك. ضربة حيوانات. كل يوم بوديها وبجيبها فده بالنسبه لي جبرت. انما انا لقط كده من الشارع بترمى عليا بقى. اه رجاله معينه كده. ربنا يرزقك. بقول لك اصل الست مكانها المطبخ. هني مني 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 ليه؟ مطبخ ايه؟ تعرف انت تخش المطبخ؟ بعدين نهزر. لا احنا نعرف. انتوا اتخلقتوا عشان مطبخ. حلو بقى. تعرف انت تعمل صينيه كنافه بالعسل؟ اه بالقرع كمان. بجد؟ لا القرع ده انا شايفاه من ساعه ما ركبت. والله. الو ايه يا كوتش؟ ايوه هلا. ايه يا كابتن عامله ايه يا حبيبتي؟ انا كويسه يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ انا حلوه. بقول لك يا حبيبتي انا ما لقيتش رشا في القفص. رشا مين؟ رشا مين؟ انت لوحدك ولا معاكي زباين؟ معايا راجل. طب كويس. كويس ليه؟ في ايه؟ رشا مين؟ يلا يا ست الله يبارك لك. رشا التعبان الجديد مش لاقيها في القفص. مين؟ التعبان الجديد. التعبان يا بنتي شوفي عندك كده في العربيه بسرعه. اه اه اعملي معروف والنبي لحسن يعض زبون ولا حاجه. ده مش متطعم. ايوه 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 واخده بالي. ماشي. طب دوري عليه بقى. يلا يا هاله. تمام دوري على رشا والنبي. باي باي.
باي باي يا ست بنتي رشمي. الله يبارك. بس يا اسطى انت مش تمام والرجاله جامده. كمل قلت لي الرجاله عندها قوه تحمل. يلا ماما فين رشا دي ولا فين صاحبتك يا عم؟ اسكت خلينا ندور على رشا. خد كلمة رشا. ايه يا ست انت ده؟ افتحي يا ست. بنهزر يا جماعة. ده هزار على الصبح. لا بس انت برضه ما تأثرتش يعني. تمام. تعبان. ايه اللي هيخوف؟ زعلان مننا؟ لا مش زعلان اكيد. كل سنة وانت طيب. بص لنا هنا وبص لنا هنا وكل سنة طيبين. كل سنة طيبين. وقول انك مش زعلان من رشا. لا خلاص بس هتوصلوني برضه. ان شاء الله. كل سنة طيبين يا جماعة. قول ان انت موافق نذيع. طبعا موافق. اوكي شكرا. ميرسي. راجل الهمجي شايف بيضرب البنت اللي واقفه معاه ازاي؟ ستي معلش حصل كتير مفيش حاجه. كملي. همجي معلش. كل يوم رجاله تضرب بنات ونقول معلش. كل يوم رجاله تبهدل ستات ونقول معلش. رجاله. خلاص خلص نظام ده اللي راجل ولا ده اللي حيطه ده انتهى. احنا دلوقتي على نظام سترونج اندبندنت وومن. انت بس صلي على النبي. مالك في ايه؟ متضايقه؟ مش ست اللي كانت بتضرب دي مش بنت جنسي؟ معلش هو يعني اكيد ما يقصدش. معلش يعني لا اكيد يقصد عشان هو القوه البدنيه بتاعته اعلى اطول فيمد ايده عادي. فاهم؟ بدنيه ايه بس ايوه هما الرجاله عاملين كده. الرجاله عاملين كده؟ اه معلش وين معلش يعني معلش بتاع حضرتك ده اصرفها انا فين؟ قول لي انتوا بتعملوا ايه كرجاله؟ انتوا بتعملوا ايه؟ كرجاله انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بنعمل ايه كرجاله؟ ايه دي النيله كلت مطب. اه شفت المطب اللي احنا خدناه ده؟ بالراحه. طيب شفت المطب اللي احنا خدناه ده؟ معلش عارف ليه خدناه؟ ليه؟ عشان هو ذكر مش مؤنث. ذكر؟ ده لو كان مطبه ما كانش وجع لي عربيتي. افهمك؟ مش فاهم بصراحه. يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه يعني؟ بقول لحضرتك انتوا بتعملوا ايه كرجاله؟ ايه ميزتكم في الحياه؟ احنا ستات نشتغل ونتعلم وبنصرف. بص كل حاجه زي انتوا بتعملوا بالظبط واكتر حبه. يا يعني انتوا حتى لا بتولدوا ولا بتحملوا. يعني ما بنشيلش مسؤوليه احنا ولا حاجه؟ يعني انتوا اللي بتشيلوا كل حاجه؟ مسؤوليه؟ اه هي بتتشال منين بقى؟ طب ماشي احنا ما بنشيلش مسؤوليه. معلش طب ما انا عارف مسؤوليه اللي تشيلوها. شايلين نفسكم بالعافيه بلانين. احنا عارفين اللي فيه. وحضرتك ايه يعني؟ انتي حضرتك مرتبطه متجوزه يعني ولا؟ لا 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 انا ارتبط راجل. انا اصلا يعني لا على قفا من يشيل. على قفا من يشيل يا حبيبي. يعني ايه على قفا من يشيل؟ اه يا بابا الرجاله على قفا من يشيل مرميين في كل حته. ممكن اروح اجيب وقتين من الرجاله اللي هناك دول كده ب 3 جنيه ونص. انت ايه مشكلتك؟ مش فاهم يعني ايه مشكلتك مع الرجاله؟ انا ما عنديش مشكله. انا عندي مشكله؟ ما عنديش مشكله. انت ايه؟ انت بقى عندك مشكلة. انا عندي مشكلة؟ اه. عارف ليه؟ ايه؟ عشان انا معترفة ان احنا متساويين. انما انت بقى مش شايف كده. انت شايف بقى ان الستات قليلة وان الرجالة بتشيل مسؤولية. مسؤولية ايه؟ مسؤولية ايه؟ يا راجل انت شايل بلوفرك بالعافية. الله. عجبتك ضحكتك؟ عبيطة بقى. انا عبيطة؟ يا ستي انا مش هحاسبك عشان شتمتني بكلمه اخرها ته مربوطه. يعني شتيمه مؤنثه فعلى قلبي زي العسل. انما لما تقولي انت عبيط اتضايق. طب معلش حقك عليا. حقي عليك؟ ممكن نخلص بس وانا حقي يبقى على ذكر على اخر الزمن ولا ايه؟ هات لي واحده سته تسند عليها ولا حقي عليها. ايه ده في ايه؟ ايه اللي فيه؟ هتضربيني ولا ايه؟ اضربك ليه؟ اوسخ ايدي ومديها على ذكر. الله. اه احنا حالفين القسم. ايه اللي حاطين القسم؟ ايوه ما نوسخش ايدينا بمد ايديها على الرجاله كده. ما نوسخش ايدي انا. لا والله. امال ايه؟
طب يلا اجيب لك واحد راجل زيك بفلوس يمد ايده عليك. صدق حتى انا في اكل عيشي ده في رزقي ده يا باشا عشان تبقى فاهم. بس العربيه كده بركبش فيها زباين غير بص يعني بيكي قوي في اختياراتي بنقي بنتقي. انما انا كل يوم كده واحده ست بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله عليها مدربه حيوانات قد الدنيا عشان جت تعرف تعمل مع رجاله كويس يعني بوديها واجيبها كل يوم السر. طب احنا هنفضل نرغي كتير ولا ايه؟ طب مش هتوصليني يعني ولا ايه؟ قصدك انها رغايه يا ستي؟ خلاص خلاص حتى لو رغايه برضو اخرها تيه مربوطه مش زعلان. الله ما انت فاكر ايه. الو الو ايه هلا يخرب بيت سنيك انت فين؟ فيها كوتش مالك؟ انا نسيت حاجه مهمه قوي عندك في العربيه. رشا. رشا مين؟ رشا رشا انت معاكي زبون ولا ايه؟ مع الراجل. عشان كده رشا رشا التعبان الجديد. ها ايوه عندي عرض. انت فين؟ دوري عليه دلوقتي حالا. يا لهوي يا لهوي تعبان ايه يما؟ شوفيهولي دلوقتي حالا وكلميني عندي عرض. باي باي. يخرب بيتك حدا حتى مش عارف اركب يا دوري عليه فين ده؟ تعبان ايه؟ اقفي اقفي اقفي. تعبان ايه؟ فين اللي فين تعبان ده؟ تعبان ايه؟ اقفي اقفي فين التعبان ده؟ يا لهوي يا ستي يا افتحي. طيب استنى يا عم افتحي لنا العربيه. يا طيب يا عم استنى يا عم استنى يا عم. ايه انت بتقول انت مش عامل لي فيها ذكر يا ستي؟ بتقول لك استحمل قوي. انت عبيطه ولا ايه؟ اقعد دلوقتي عشان ما نشوف فين رشا. يا ستي انت عبيطه افتحي يا ام الباب اخلصي. بسم الله الرحمن الرحيم دي مش متطعمه يا ستي اخلصي. مش إيه متطعمه؟ انت بتتكلم ان رشا مش متطعمه يا ستي اخلصي افتحي ام الباب. خد كلم رشا على الباب. يا اسود تعالى تعالى كلم رشا. خد رشا تعالى كده اسفل الطريق. مقلب يعني صورة مع رشا. مقلب يعني والله العظيم والله. حقك علي حقك علي ما تزعلش مني. زعلان؟ انت كنت معانا في كريزي وومن. بص هنا قول انك مش حزين. قول 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 انا سعيد. انا سعيد. انت اسمك ايه؟ اسمي وليد. طب بتقول انا سعيد ليه؟ بص هنا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. حذرنا وضحكنا وانبسطنا صح؟ يبقى موافقين نذيع. نذيع صح؟ شكرا.